عايز برضو نعيش بقى في كواليس المونديال. هنروح من مريم سميح زميلتنا لكريم احمد زميلنا، ولكن من المغرب الحقيقه ينضم الينا زميلنا كريم احمد موفد قناه النادي الاهلي عشان يقول لنا اخبار النادي الاهلي. احنا دي كل الاخبار اللي كنا بنتكلم عليها طوال النهار. يا كريم ازيك يا حبيبي والحمد لله على السلامه. كريم ايه مقفز؟ الله يسلمك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك في البدايه وتحياتي ايضا كمان لكابتننا الكابتن اسامه حسني، وتحياتنا موصوله والشكر لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي يا كابتن اسلام. يا كابتن كريم، انت كاس العالم للانديه في اليابان ولا ايه؟ انا الاجواء دي اجواء اليابان، جوانتي وال الجواكت اجواء صعبه جدا يا كابتن اسامه والله، يعني الحقيقه درجة الحرارة صعبة جدا يا كابتن اسلام يا كابتن اسامة. الحقيقة في تقلبات الجو، يعني بنشوف الفصول كلها الحقيقة هنا في تطوان، لكن يعني يا رب ان شاء الله يكون فيها الخير على لعيبة النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله المجهودات الكبيرة جدا اللي بذلت في القاهرة والترتيبات والتحضيرات الإدارية كالعادة تكلل بالنجاح، ويقدر النادي الاهلي بالشخصية الكبيرة المعروفة عن النادي الاهلي يوصل لنقطة بعيدة بمشيئة الله ان شاء الله وبالإصرار المعروف عن لعيبة النادي الاهلي كالعادة. طبعا طمنك كابتن اسلام كابتن اسامة جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي حالة اللاعبين المعنوية التدريب النهاردة، ويمكن طبعا انتوا كباتنا الكبار ونجوم النادي الاهلي وعارفين ان التدريب الاول بيبقى ليه انطباع كبير جدا وبيدي مردود واشاره مؤثره جدا طبعا للجماهير ولينا. الحقيقه النهارده كان في جديه كبيره وحماس كبير جدا، واضح التركيز الكبير، واضح التحضير الجيد جدا من الحقيقه من مستر كولر. النهارده شفنا فقرات تدريبيه متنوعه الحقيقه بالكره، شفنا تالق لاكثر من لاعب الحقيقه، واضح جدا التركيز. علي معلول النهارده كان بيأدي اداء اكثر من رائع، محمد هاني الشحات الكرات الثابته كان ليها دور كبير جدا النهارده ان انت تشوف مدى تركيز اللاعبين. النهارده كمان كابتن اسامه كابتن اسلام الكور الجديده طبعا النهارده كانت متواجده مع فريق النادي الاهلي اللي هيخوض بيها طبعا كاس العالم بيها الكامل، فكان اللعيبه كلها محتاجه النهارده ان هي تبص على الكره بقى وتدوس عليها، الشوتنج ازاي، السبرنتات ازاي، الباص، كل الامور دي الحقيقه معانا كمان متسع من الايام القادمه حتى موعد المباراه عشان يتاقلم لعيبه النادي الاهلي كرة كالعادة على الكره الخاصه بيه كاس العالم. كله طبعا هيكون يعني من خلال طبعا اللي موجود طبعا الميديا طبعا والفوتو اللي موجود معاك وكابتن اسلام من خلال الماتيريال اللي بيكون متواجد، كل الامور دي هتكون معانا ويا رب ان شاء الله بقى نرجع. كريم عايز اسالك سؤال برضه مهم جدا فيما يخص هذا الامر. النهارده انا حسيت ان التمرين كان بدري شويه. اتفضل يا كابتن اسلام. ولا هو الراجل قاصد؟ ولو يعني قاصد طبعا التدريب بدري 12 ظهرا بتوقيت المغرب. عايزين نطمن. بص يا كابتن اسلام طبعا انت عارف الرولز المحطوطه والتوقيتات المحطوطه طبعا خاصه كلها بالفيفا، الترتيبات والتحضيرات دي كانت طبعا قبل وصولنا هنا الى تطوان. يعني انت عارف الملعب ده يعني بيقابل النادي الاهلي بيستقبل عليه التدريبات وايضا كمان اوكلاند سيتي، فيمكن النادي الاهلي كان بيحاول ان التدريب يكون في الخامسه لان اوكلاند بيتدرب في الساعه 7 مساء، فيمكن ده كان النادي الاهلي بيحاول يقرب التوقيت شويه، لكن خلاص يمكن هو ده الامر الخاص بالفيفا والرولز. 12 ظهرا ما بتشوفش الجو وبروتو الكبيره جدا على قد ما يكون التدريب في السابع مساء، لكن انت عارف يا كابتن اسلام يعني النادي الاهلي مش هيتدرب على الملعب الرئيسي، فيكون تدريباته كلها حتى يوم المباراه على هذا الملعب. كنا بنامل وبنتمنى ان يكون في على الاقل حتى لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان الطرف الثاني اوكلاند سيتي يدوسوا في ارضيه ملعب المطوطه، يشوفوا الملعب بشكل كامل لان دي بتبقى مهمه جدا للاعيب النادي الاهلي والجهاز الفني. لكن يعني مهما كانت التحديات لعيبه النادي الاهلي كالعاده مركزه بشكل كبير، المحاضرات طبعا المستمره من مستر كولر، المحاضرات الجماعيه من لعيبه النادي الاهلي تركيز كبير جدا، الاداء النهارده كان اكثر من رائع. كابتن محمود الخطيب كعادته طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي ورئيس النادي ودوره الكبير، لمساته ولحظاته ونظراته لعيبه النادي الاهلي وتحياتهم وهم خارجين وهم نازلين بتزود طبعا الجديه والرغبه الكبيره جدا فوق الرغبه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي. فيا رب ان شاء الله باذن الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي من خلال التدريبات لان الحماس كان كبير جدا، تحذيرات من الجهاز الفني كل يحافظ على بعضه، الواضح الجديه الكبيره جدا وده اللي مطلوب. جمهور النادي الاهلي متعطش الحقيقه ان هو يشوف فريق النادي الاهلي للمره الثامنه في تاريخه والثالثه طبعا النادي الاهلي محققها طبعا كالثالث برونزيه العالم، مستني يشوف النادي الاهلي في اول مباراه، ويا رب ان شاء الله الاداء المميز جدا اللي شفناه في بطوله الدوري العام والاصرار الكبير والروح الكبيره يترجم بشكل كبير جدا مع القياده الفنيه الرائعه كالعاده المستر كولر من خارج الخطوط، ويا رب ان شاء الله تكون الانطلاقه من نصيبنا يا كابتن اسلام. عايزينك يا كريم تطمن كل جمهور النادي الاهلي عن طبعا الغيابات اللي كانت موجوده في مباراه البنك الاهلي، عندنا ياسر ابراهيم، محمد هاني، حسين الشحات، دلوقتي نزلوا التمرين، اخبارهم ايه دلوقتي الحاله الاخيره في التدريبات، ايضا كمان عن استقبال بعثه النادي الاهلي من قبل الأشقاء في المغرب. الحاجة الثالثة أنا شايف في تدريبات النادي الأهلي سفيرنا سفير جمهورية مصر العربية في دولة المغرب استقباله وجوده دائما مع البعثة.
يعني هبدا معاك يا كابتن اسامه. كابتن اسلام بالمطار طبعا وصلنا للمطار، وكالعاده جمهور النادي الاهلي كان متواجد خلف الفريق اعداد قليله، لان يمكن انت عارف طبعا في الرباط وفي كازابلانكا وفي مراكش وطنجة الامور طبعا عدد قليل شويه، لكن وصلوا وتواجدوا مع فريق النادي الاهلي حفزوهم ودعموهم. استقبال الحقيقه من اشقائنا المغاربه الحقيقه اكثر من رائع، لان قيمه النادي الاهلي كبيره جدا. النادي الاهلي طبعا بوجود الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يمكن الكل بيشيد والكل بيحاول انه يلتقط الصور مع اللاعبين الكابتن محمود الخطيب، فيمكن الروح كبيره جدا، وده مش بعيد طبعا، مش غريب عن اشقائنا المغاربه. ايضا كمان بنتمنى لهم كل التوفيق في نجاح هذه البطوله، بيقوموا بدور كبير، لكن لسه كمان الايام بعد المباراه والمباراه الافتتاحيه، بنتمنى لهم طبعا كل النجاح، وبيتمنى لنا الفريق بمشيئه الله كل النجاح. سالت يا كابتن اسامه على عدد من اللاعبين، بطمنك النهارده على كل اللاعبين النهارده كانوا خدوا جرعه تدريبيه كامله، كل اللعيبه اللي كانت راجعه من اصابه ركزنا بقى على السبرنتات والتاكلينج والاشتراكات والالتحامات، الحمد لله طبقنا على كل لعيبه النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك الجديه والتضحيات مهمه جدا في هذه المرحله، وده اللي الحقيقه لعيبه النادي الاهلي بتوصله لنا من خلال التدريبات ومن خلال الحماس ومن خلال التحفيز، وكمان اللي بيدخلوا لعيبه النادي الاهلي طبعا كل الوافدين الجدد زي ما اكدنا كريستو ومروان وخالد، كل اللعيبه دي انسجمت بشكل سريع جدا مع اللاعبين الخبره امثال الشناوي والسليه ومعلول ومحمد هاني ربيعه، كل اللعيبه دي الحقيقه كان ليها دور كبير جدا لايضا الانسجام الكبير. فيا رب ان شاء الله التوليفه والسكواد الرائع الحقيقه والمميز جدا مع فريق النادي الاهلي والاداره الفنيه المعتاده الحقيقه من مستر كولر المنتظرين منها الكثير تكون في الموعد، ويا رب ان شاء الله الانطلاقه تكون من نصيب النادي الاهلي. مش بعيده كابتن اسلام ان شاء الله يكون النادي الاهلي في اعلى مرتبه في هذه البطوله. كابتن كريم قول لنا برضو عن الحضور الجماهيري، المباراه الاولى النادي الاهلي امام اوكلاند سيتي، التذاكر، الحضور الجماهيري، وبرضو يعني اللي بيتردد من اللعيبه الجديده، بنشوف دلوقتي خالد عبد الفتاح، بنشوف مروان عطيه، المشاركه الاولى بعد ايام قليله مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، شعورهم وابرز اللي قالوه مع لعيبه النادي الاهلي طبعا، وكريستو طبعا. يعني طبعا طبعا نقطة مهمة جدا، يعني حلم كبير يا كابتن أسامة لأي حد انه يكون متواجد مع فريق النادي الأهلي، لأن اللي بوجود مع النادي الأهلي بيشارك في كل البطولات وصولا بالبطولات العالمية، مشاركة بعد أيام قليلة أو بعد شهور بسيطة جدا، ده حلم كبير جدا. الكل بيقول هو ده للنادي الأهلي القيمة الكبيرة، احنا عارفين احنا متواجدين فين وعارفين القيمة الكبيرة جدا للنادي الأهلي. النادي الأهلي هدفه هو بطولات، النادي الأهلي بياخد بطولة جمهور بيطالب اللي بعديها، عقلية مميزة جدا وفكر رائع. لكن أرجع أقول لك كابتن أسامة يا كابتن إسلام، الدور ده كبير لمجموعة طبعا مجموعة اللاعبين الكبار وكباتن فريق النادي الاهلي اللي باللغه الكوره كده بيشربوا اللعيبه يعني ايه النادي الاهلي، يعني ايه اوضه اللبس، يعني ايه القيم، يعني ايه الجمهور اللي منتظر في كل مباراه. فالدور ده كان مهم جدا، والحقيقه الوعي الكبير في اللاعبين المتواجدين خالد مروان يمكن كمان كريستو عندهم وعي كبير جدا وعارفين قيمه قميص النادي الاهلي ومنتظرين تالقهم، تالقوا في الدوري في مشاركات بسيطه، لكن منتظرين نشوفهم في مشاركه عالميه اولى بالنسبه لهم في كاس العالم للانديه، وايضا كمان مع كل لاعبي النادي الاهلي. الكل جاهز، الكل عنده امل كبير جدا ان شاء الله بمشيئه الله وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى ان احنا نحقق بمشيئه الله امر مهم جدا. الجمهور يا كابتن اسلام يا كابتن اسامه، يعني التذاكر نفذت من ثاني يوم طرح فيها عدد التذاكر، انت عارف طبعا المباراه الافتتاحيه الكل عاوز ينجح طبعا الافتتاح، الجمهور المغربي طبعا بالكامل مؤازر للنادي الاهلي في المباراه الافتتاحيه، لان احنا بنشوف في الشوارع مجرد ان احنا بننتقل من مكان لمكان التحيه والتحفيز والناس بتشاور بعلامات النصر، عشان كده يمكن الواحد مطمن بشكل كبير ان يكون في مسانده جماهيريه مع جمهورنا طبعا اللي منتظرينه يكون متواجد كالعاده، السند والدعم الكبير جدا مهما كان قله العدد، لكن زي ما بنقول الواحد بصوت مليون، فيا رب ان شاء الله بمشيئه الله جمهورنا يكون متواجد، اجواء تكون طيبه، الطقس والمناخ يا رب يساعد فريق النادي الاهلي على المباراه في التحيه. كابتن اسلام كريم برضو عايز اسالك في فيما يخص اللعيبه، اللعيبه فين دلوقتي؟ يعني برضو الناس دلوقتي شايفه ان انت واقف واضح في الاوتيل، الدنيا يعني اللعيبه نامت، اللعيبه كان عندها محاضره، اللعيبه اتعشت ولا لسه؟ احكي لنا القصه اللي بقالنا ساعتين ثلاثه دي بنتكلم فيها. احنا يعتبر الوحيدين يا كابتن اسلام في الفندق، يعني كل الناس مش متواجده، الكل في الغرف كالعاده، النظام الرولز مفيش حد غيرنا يا كابتن اسلام الحقيقه، يعني اللي انت عارف طبعا النظام الكبير وباكد على الوعي، يعني من المطعم الى طبعا غرف المحاضرات، اللعيبه يمكن اختتمت بوجبه العشاء الاخيره وبتتجمع بعد وجبه العشاء والاحاديث الثنائيه اللي انا باكد لك عليها يا كابتن اسلام، الكل بيحفز والكل عارف اهميه هذه المرحله وهذه البطوله بالتحديد، لكن في التزام كبير، يعني كمان الفندق يعني هادي جدا والبروده كبيره جدا، فما فيش مجال غير ان انت تتدرب. مفيش اوضح من كده يا كريم، يعني ده الامر اللي بيتم هنا في فندق الاقامه وده الوعي كبير. ما فيش بصراحه يا كابتن اسلام، فيا رب يا رب ان شاء الله تركيزنا يكون كبير جدا وتكلل بالنجاح بمشيئه الله يا كابتن اسلام. بنشكرك يا كريم، شكرا جزيلا ومتالق كالعاده، وهنكون معاك على مدار الحلقه علشان نتابع كل الكواليس والاخبار الخاصه بالمونديال والاستعداد لمباراه اوكلاند سيتي المقرر لها يوم الاربعاء المقبل.